موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك. اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة خط سير مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب اذكركم باشتراك بالقناة وابداء الاعجاب، واذا عجبك الفيديو شيروا وعلق له عليه وما تنسى زر الجرس. هاي القناة قناتكم، اذا عندك اي مكان حاب تشوفه زي ما بنعمل اليوم بس خبرنا عنه واحنا ان شاء الله بنوصل له نعمل لك عنه فيديو مميز. اليوم مشوارنا ان شاء الله على جبل النزعة، انطلب مني من اخت مش حابة تعطي اسمها فانا سميتها لبيبة، خلاص عشان لازم الواحد يحكي اسم شخص يعني اسم اي شيء، فانا سميتها لبيبة. طلبت مني اني اصور لها شارع القرشي، خلينا نتأكد لكم من الاسم بس، ومسجد ابو ذر الغفاري، يعني شارع عبد الرحمن القرشي وابو ذر الغفاري. طبعا معطيني النافيجيشن دقيقتين، بتوقع هذا المسجد القبالي والله العليم. انا ان شاء الله راح ادخل اعطيكم بس معلومات سريعة عن جبل النزعة، انا صورته طبعا، اللي حاب يعرف معلومات زيادة يرجع للفيديوهات القديمة راح يلاقي كل المعلومات. اول شيء بيخطر ببالك انه ليش سموه اسف بجبل النزهة. اول شيء لانه منطقة جبلية، ثاني شيء لانه بفترة الخمسينات والستينات كان مقصد، تخيلوا هاي كل هذا مسجد مجاهدين، كل هالبنيات والبيوت الملزقة ببعضها كان مقصد للتنزه لأهل عمان. تخيلوا كيف كان فاضي، كان فاضي بالمرة، الناس تطلع بالاخص بفصل الربيع يلاقوا الورد والاعشاب يعني منظر جميل جدا، فكانت الناس تطلع تتنزه عليه، لهيك سموه جبل النزهة. طبعا من المناطق الجميلة جدا، فعلا من المناطق الجميلة جدا، مع انه منطقة شعبية بعيد عن وسط البلد بس 2.5 كيلو، يعني بتنزله قزرة. انا هلأ طلعت من وسط البلد اخذت باتجاه القصور، لانه القصور جنب النزهة. شو الصغار بيلعبوا قاعدين، القصور بيجي جبل قصور جنب قصر جنب هذا لعثمني الزلمة، جبل قصور جنب جبل النزهة. فأنا طلعت من جنب قصر رغدان وكملت من القصور وكملت على طريقي هلا للنزهة. هلا بيعطيني على اليمين شارع عبد الرحمن القرشي، على اليمين حدخل على اليمين وخلينا نشوف. طبعا أنا بعرف هون الشوارع ضيقة كثير، فإن شاء الله ما يكونش في عطلة عندي بالسير. وين اسم الشارع يا جماعة الخير؟ وين اسم الشارع؟ ندور على اسم الشارع. يعني اعطاني هون انه هذا هو شارع القرشي عبد الرحمن، بس انا بدور على الارمة بتاعت الاسم. يلا لما بصلها يعني بقرأها ان شاء الله. طبعا في جبل النزهة وانا صورته، هاي فيهم قدام الاسماء، وانا صورته اللي هو هذا شارع الطارق ورانا هو، ايوه عبد الرحمن القرشي صحابي جليل. طبعا فيها اكبر دوار موجود في عمان، طبعا اللي هو دوار النزهة، ان شاء الله وانا طالع راح اميل عليه افرجيكم اياه، وانا صورته على فكرة، صورته باكثر من فيديو. هذه مديرية التربية والتعليم مدرسة النزهة الثانوية. ففيه من زي ما حكينا اكبر دوار موجود في عمان، وفيه احياء مشهورة كثير زي حي الكوتية وشارع ابو العلا المعري، اللي طبعا شارع ابو العلا ابو العلاء المعري من الشوارع المشهورة واللي فيها جيل كبير من اخواننا المصريين. حديقة الراية، هذه حديقة الراية، والله شيء جميل، انا اول مرة على فكرة بصل لحديقة الراية، شيء جميل جدا انه يكون عندنا حدائق للاطفال، خلي الاطفال يطلعوا ينبسطوا. حدودها من الشمال منطقة بسمان، طبعا هي تابعة لمنطقة بسمان ولواء ماركة، ومن الجنوب وادي الحدادة، ومن الشرق طبعا صورته، ومن الشرق منطقة الهاشمي الشمالي طبعا صورتها وراح ارجع اصورها، ومن الغرب دوار الداخلية وشميسان. يعني شوفوا المكان الاستراتيجي اللي موجودة في منطقة او جبل النزهة. انا مريت بس ما شفتش المسجد للأسف. اهم الشوارع الموجودة هون، نشوف اذا هون في شارع، هون ما في، دخل مغلقة، نطلع من هون. اهم الشوارع الموجودة فيه شارع سعد بن المسيب، سعيد بن المسيب، وشارع
ابو ذر الغفاري وشارع النزهه اللي هو شارع الكويتيه، طبعا انا حكيت سبب التسميه، وشارع ابو العلاء المعري وشارع عبد الرحمن المخزومي او شارع المصريين كما يسمى. اسعار الشقق فيه من 15,000 حتى 75,000 دينار، والايجارات من 90 دينار لحتى 250 دينار. هذه اهم المعلومات. خليني هلا اركز مع الشارع، ندور على المسجد، اذا لقيته اوكي، ما لقيته يعني فوق الثاني ان شاء الله، لانه تصوير راح نضلنا نصور ان شاء الله. طبعا المساجد كثيره، انا عمالي بشوف على اليمين وعلى اليسار في مساجد، المساجد ما شاء الله يعني تبارك الله كثيره، فمفيش داعي اقعد ادور عليه. انا اهم شيء كان عندي هذا الشارع لانه ببين معلومكم مرت عنه وانا مش شايفه، يعني احتمال كبير. انا هلا عندي مكان ثاني بدي اطلع اصوره، هذا هو الدوار بحكي لكم عنه، هنعمل عليه لفه، نعمل عليه لفه. هذا هو اكبر دوار موجود بالمملكه اللي هو دوار النزهه بعمان، اسف انا بعرفش المحافظات اذا في دواوير كبيره ولا لا، بتوقع عندهم المساحه اللي يكون عندهم انهم يعملوا هيك دواوير. طبعا الحلو بهذا الدوار انه عاملينه حديقه من النص، يعني شايفين البنكات مش مبينه معكم، ممكن في بنكات للناس عشان تقعد، وزارعين ورد واشجار في الداخل زي ما انتم شايفين. منطقه جميله شعبيه، يعني انا من الناس اكثر الاماكن اللي بحبها بعمان الاماكن الشعبيه صراحه، مناطق جميله جدا. هاي طلع جريندايزر، طلع عادي ما في غماز، والغماز يا جماعه اضافه، والله عندنا بالاردن اضافه، يعني ممكن يستخدم زي فتحه السقف، ممكن يفتح الفتحه ممكن ما يفتح، هو حر يجي بيرجع له. على كل اللي هون هذا شارع انا صورتكم اياه، بتوقع هذا شارع الكويتيه اذا انا مش غلطان. خلنا اكملكم لاخره بعدين بننهي الحلقه. حضانة اليوم السيء، بتوقع انه انا صورته هذا الشارع، بتشوفه ما شاء الله، يعني المناطق دائما الحديثه. انا صورت لكم في الفيديوهات الماضيه المناطق القديمه من جبل النزهه، هاي من المناطق الحديثه لجبل النزهه، يعني ما تقيس هاي على اللي جوا، عشان هيك اسعار واجارات الشقق تتفاوت من الى الصغيره، من الى يعني زي ما حكيت لكم الاسعار دائما بعطيكم اياها من الى، لانه بتفرق المنطقه وبيفرق شغلات كثير، هو اللي بحدد سعر الشقه. لهون هذا طبعا شهر الاستقلال، لهون بقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد ومع الف سلامه.